تشتغل تتعيش أو بتعيش لتشتغل؟ هيدا هو السؤال بلبنان. فبعض المطاعم يلي بتوظف تلاميذ جامعيين للخدمة على الطاولات بتفرض عليهم دفع جزء من البقشيش للمطعم حتى إذا ما كان في بقشيش. موظفة مطعم بيتبع هالنظام تحدثت للأم تي في شرط إخفاء وجهها. بيجي كلاينت اوكي بتدفع بتطلع فاتورته 100,000 وكترك 4,000 انت مجبور تدفع ال 4,000 ليره لانه هي ضمن ال 4%. بس مثلا اذا ما ترك 4,000 انت مجبور تدفع 4,000 ليره من جيبتك، وهيدا الشيء على طول عم بيكسرنا يعني، وتقريبا يوميا عم نضطر ندفع زياده. اكثر من 7 مؤسسات و19 فرع على الاقل لمطاعم تتبع هذا النظام. الام تي في زارت احد المطاعم وبعد ما رفض الحديث تم الاستعانه بالكاميرا الخفيه لعرض وجهه نظر الشركه. عم تاخذوا 40 تقسموا على الكل 100%. بس انه اذا هو المعطل اربع قطع اربع طاولات ما دفع، طب شو دخل هو شو من جايبته يا هيك؟ عم تصير ما بتعرف البلد. الويتر اللي بيقول عم ينكسر بيكون كذاب. انا كنت ويتر شاغل 7 سنين ويتر بكل المطاعم، شاغل مش على 4% شاغل على 5% ومستحيل النهار كنت فل مكسور من المطعم. هذا نظام وبحسب النصوص القانونية منافي لمبدأ العمل. مبدأ تسديد الأجير لصاحب العمل هو مبدأ مخالف للقانون، العكس هو الصحيح. بحال هالشي تم يفترض على رب العمل بهيدي الحالة يصرح، لأنه كل المصاري اللي بياخدها من الأجير تعتبر بالقانون الضريبي إذا بدك مداخيل إضافية بالكالي حضرتك عم تطرحه، عم بيخالف القانون الضريبي، ما يستوجب أنه يقوم الأجير بملاحقة رب العمل. عدم احترام قانون العمل وحقوق الموظفين مشكلة متفشية بلبنان رغم جهود وزارة العمل لضبط الموضوع. الشكاوى اللي عم تجي على وزارة العمل تفوق قدرات موظفي وزارة العمل. أنا عم بطلب من الحكومة اللبنانية وطلبت ورح أطلب بمجالس وزراء قريبي تعزيز فريق التفتيش بوزارة العمل. غياب الرقابة الكافية على المؤسسات بسبب عدد المفتشين المحدود بوزارة العمل عم بيؤدي إلى اجتهادات بتطبيق القانون أو إلى عدم تطبيقه من الأساس. بالإضافة إلى الظلم يلي عم يواجهه العامل اللبناني بسبب الوضع الاقتصادي بالبلد، اليوم عدم احترام قانون العمل عم بيضيف عبء آخر على العاملين، وهو ببعض الأحيان أنه يضطر العامل يدفع لرب العمل. جورج عيد، MTV.